صباح الخير البنات، شسباقكم الأحلى، بس عليكم. بون، اليوم حبيت نجرب لكم الباث بومز من لافلاغ بلو اللي قاعدة نبيع فيهم. بون فوالا، تابعوا معايا دوك تشوفوا. بون هنا عندي في الباث بومز عندي لي كولور ياسر، كاين في الغوص، كاين في الجون، كاين في البلو، كاين مخلط، كاين في الابيض. اليوم راح نجرب لكم في الابيض. بون فوالا، شوفوا كيفاش، شوفوا الحجم تاعها، كاين ميم كبيره لي كبيره ليها، وكاين هادي صغيره تاع 15 ميل، دايره فيها جليتر وبرك. بون فوالا، هيا نجربو كيف كيف مع بعضنا. فوالا، هذا هو الشيسرا كي تحطيها. الوغ كي يكونوا فيها لي كولور راح تسيب لي كولور تاعها وتلونها لك. بون فوالا، كون تزيدوا عليها شوي جل دوش، تشوفوا كيفاه دير، كيفاه الرغوه تقعد تطلع. فوالا، سي لي بليتار لي حطاتو. واش ديروا لي باث بومز؟ عندك يرطبوا، يقشوا لابو ويبيضوها، ولا هي رطبو باسكو فيها دايره فيها الكوكو، دايرين فيها الكوكو، دايرين فيها زيت اللوز، ودايرين فيها زيوت واحد اخرين فيهم لي فيتامين او. جيسبر البنات عجبكم لا فيديو، عجبكم لي باث بومز اللي قاعده نبيع فيهم. ما ديباسيوش 15 ألف لهذا الحجم، وكاين تاع 20 ألف وكاين تاع 25 ألف. سي يو ليتر جيرلز. فكرت عليها، سيب راحت. هيا، باي باي.